أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، وبداية يسعدنا أن نتقدم لكم بالتهنئة الصادقة بمناسبة الصوم الأربعين المقدس، آملين من الله أن يعيده عليكم بالخير والمسرة وأن يرينا أفراح قيامته المجيدة. والبداية مع العناوين: البابا فرانسيس يعين الأب جمال خضر والأب رفيق نهرة أسقفين مساعدين للبطريركية اللاتينية. ورشة تدريبية حول السينودسية تنظمها الكنيسة الكاثوليكية بجبل الحسين. الأخ طارق السويس شماساً إنجيلياً جديداً على مذبح الرب. أثمن هدية تقدم للأم في عيدها السنوي هي المحبة والطاعة والإكرام. وفيها أيضاً: الأيقونة عبادة أم تكريم؟ عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي حيا قداسة البابا فرانسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: بعد أن أصبحت أوكرانيا شهيدة للحرب المروعة التي تعصف بها وتودي إلى قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين، فقد صلينا إلى مريم العذراء لأجل إيقاف العدوان المدمر قبل أن يحول المدن إلى مقابر. وتابع قداسته يقول: باسم الله اصغوا لصراخ المتألمين وأوقفوا القصف والهجمات، ركزوا بشكل حقيقي وحاسم على المفاوضات وعلى ممرات إنسانية آمنة، باسم الله أسألكم أوقفوا هذه المذبحة. أعربت بطريركية القدس اللاتين عن شكرها العميق لقداسة البابا فرانسيس لتعيين أسقفين مساعدين لبطريركية القدس اللاتين، وهما الأب جمال خضر في الأردن والأب رفيق نهرة في الجليل. وقد أقيمت مراسم الإعلان في دار البطريركية اللاتينية في القدس بحضور غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا ولفيف من الأساقفة والكهنة والإكليريكيين. وجاء في رسالة لغبطته بأن كلا الأسقفين ولدا وترعرعا في الشرق وقدما الخدمة الكهنوتية لسنين كثيرة، وأضاف في رسالته: أورشليم الأرضية وأورشليم السماوية تتحدان في الصلاة والاحتفال بأخوين اللذين رقيا إلى الكرامة الأسقفية. وأسأل الله القدير بشفاعة أمنا مريم العذراء أن ينزل عليهما غزير بركاته. وبهذه المناسبة ترفع الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين وفريق العمل أسمى مشاعر التهنئة، مصلين لله العلي القدير أن يساند الأسقفين الجديدين بخدمة النفوس لخير الكنيسة ومجد الله الأعظم. شكر لله أولا على هذه النعمة العظيمة، نعمة الأسقفية، وشكر لقداسة البابا على ثقته وعلى اهتمامه بكنيستنا ببطريركية الأورشليمية. هذه بداية مرحلة جديدة أولا نستمر فيها في العمل الذي قام به كل من سبقنا في هذا البلد، وتنشيط هذا العمل خاصة في ظل مسيرة السينودس التي نقوم بها مع الكنيسة جمعاء. هناك مهام عديدة للأسقف نعرفها، ولكن أولها هي إعلان كلمة الله، هي التبشير، هي الكرازة، هي نشر كلمة الله ما بين الجميع، وهي أولوية بالنسبة لأي أسقف، ومن ثم التقديس والخدمة. أنظر بشوق إلى التعاون مع الجميع، خاصة وأولا مع الكهنة، كهنة البطريركية في الأردن، مع باقي الكنائس ومع المؤمنين ومع أيضا السلطات المدنية وكل من يهتم بالخير العام. كنيستنا في الأردن كنيسة عريقة، كنيسة تخدم الجميع، كنيسة لها رسالة، علينا أن نعمل معا حتى ندعم هذه الرسالة، رسالة في التعليم، الرسالة في الخدمة، الرسالة في نشر كلمة الله. أنظر بشوق أيضا إلى الاستمرار في التعاون مع غبطة البطريرك الذي يهتم بالأردن اهتماما كبيرا، وأيضا مع باقي الأساقفة المعاونين لغبطته. الأسقف في الأردن هو أيضا عضو في مجلس أساقفة الكاثوليك في الأرض المقدسة، عضو في مجلس أساقفة اللاتين في المنطقة العربية، ومن خلال هذه المؤسسات المختلفة ننظر إلى خدمة الكنيسة وخدمة رسالتها وخدمة أهدافها.
أدعو الجميع إلى الصلاة، الصلاة من أجلي، وأيضا أدعوهم إلى أن تكون قلوبنا منفتحة إلى التعاون لما فيه مجد الله وخير الكنيسة. تزامنا مع انطلاق مسيرة سينودس الأساقفة المنوي إقامته عام 2023، نظم مكتب التنسيقية العامة لسينودس الأساقفة الكاثوليك في الأردن دورة تنشئة على السينودسية ضمن نطاق رعاية منطقة جبل الحسين في العاصمة عمان، وذلك لتفعيل محاور السينودس لتصبح مبدأ تربويا لتنشئة الإنسان عامة والمسيحي خاصة في كافة العائلات والتجمعات البشرية. وقد شارك في الندوة التي أدارها الأب مودي هنديلي راعي كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك بجبل الحسين الأرشمندريت بسام شحتيت والأب زيد حبابة وعدد من الأباء الكهنة والراهبات وممثلون عن الكنائس الكاثوليكية في المنطقة. وفي بداية الورشة قدم الأب هنديلي نبذة عن السينودس وأهدافه ومخرجاته خلال الأعوام الماضية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بجيل الشباب خلال مراحل تنشئتهم. كما تحدث المشاركون في الورشة من مختلف الرعاية عن نشاطاتهم داخل الكنيسة، وطرح عدد منهم أفكاراً جديدة لتطوير عمل الكنيسة وبرامجها لتتلائم وروح السينودس العام الذي سيعقد في روما العام المقبل بحضور قداسة البابا فرانسيس. تحت عنوان سينودس الأساقفة من أجل كنيسة سينودسية شركة ومشاركة ورسالة، اليوم نظمنا ورشة تدريبية سينودسية تضم وتحتوي على عدد من المكرسين من كنيسة اللاتين، كنيسة الكلدان، الرهبنة اليسوعية، وأيضا ديليسال الفرير، وأيضا مجموعة من الرهبات تضم رهبات الشويريات، الرهبات المخلصيات، الرهبات الكومبوني والسليزيان والفرنسيسكانيات. هاي الورشة رح نحكي فيها عن الوثيقة التحضيرية، رح نشرح فيها عن أهداف وغايات ورزنامة السينودس والعمل المرجو، وخاصة إحنا بعيد الفصح إن شاء الله ختام الاستبيان. وأمنيتنا إنه هذه الورشة من هالمكان تنتقل إلى أماكن أخرى برعاية أخرى حتى تتفعل وحتى نعيش هالسينودوس بشركة بمشاركة برسالة، فكان هذا هدف وغاية لقاء اليوم. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الأخ طارق سويس شماساً إنجيلياً بوضع يد سيادة المطران خريستوفوروس خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة الصعود الإلهي بخلدة. وخلال مراسم الصيامة توجه سيادته إلى الشماس الجديد الذي حمل اسم ثيودوروس فقال: من أراد أن يتبع المخلص يسوع المسيح عليه أن يحمل صليبه ويكون مخلصاً للخدمة المؤتمن عليها ويتممها بكل أمانة وورع، وعليك يا طارق أن تلبي النداء وتسير كجندي صالح للمسيح. بدوره أكد الشماس الجديد أنه سيكون على قدر المسؤولية وسيبذل كل جهده ليكون جندياً أميناً للمسيح. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامس والرهبان وذوي الشماس ومعارفه وأبناء الرعية. اليوم الكنيسة وهي تدعوك حتى تدخل لقدس الأقداس حتى تنال درجة الشموسية بتحملك مسؤولية كنسية روحية اللي هي مسؤولية الخدمة حتى تقدر في القريب إمتى ما الله يشاء أن تصبح كاهن حتى تخدم الرعية اللي راح ننتدبك لخدمتها. هاي الفترة فترة الشموسية هي حتى تتحضر لتورجيا، يعني عليك مسؤولية إنك تتحضر بالخدم الإلهية حتى تمارسها صح يا ابني. وهاي وصاتي الثالثة إلك، إنك تهتم بممارسة الأسرار والخدم الكهنوتية كما يجب، كما حدد الآباء القديسين وحافظت عليه كنيستنا المقدسة طيلة 2000 سنة. انتبه يا ابني،
كل شيء بنعمله في الخدم الليتورجية في القداس الإلهي وبكل الأسرار والخدم هو موضوع مش من بشر ولكن من الله نفسه بروحه القدوس. وهون مسؤوليتنا نحن نقدر نقوم بالخدم كما يجب حتى صدى فعالية هاي الخدم توصل لقلوب أبنائنا بنعمة الروح القدس، لأنه نحن ولا شيء ولكن الله يستعير يدي الكاهن فم الكاهن والكاهن حتى يتمم الخدم الإلهية. وهي محبة أكبر وأكبر لإلنا نحن غير المستحقين. وجه غبطة بطريرك الكلدان رفائيل ساكو رسالة تضامن إلى كبير أساقفة كيف للروم الكاثوليك، تمنى فيها السلامة للشعبين الأوكراني والروسي، وقال في رسالته: إننا نتابع ما يحدث في بلدكم ونشعر بشعوركم وقلقكم ومخاوفكم تجاه المستقبل، لأننا عشنا في العراق حالة مماثلة. وأضاف: لا شيء يمكن أن يبرر حدوث الحرب لأنها ليست حلاً للمشاكل، بل تزيدها تعقيداً وتخلف أثاراً سلبية، في حين أن الحوار الصادق والهادئ بين الشعوب المحبة للسلام هو الطريق الوحيد لحل المشاكل ما دامت هناك فرصة للحوار. وختم غبطته: إننا ننضم إليكم وإلى شعبكم في الصلاة والرجاء، آملين عودة السلام في بلدكم والعالم أجمع. وفي ذات السياق، دعا فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قادة دول العالم للتحرك من أجل وقف الحرب في أوكرانيا لما ينتج عنها من آثار مدمرة وانهيار للاقتصاد وأهدار للموارد وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية. وطالب شيخ الأزهر قادة العالم بالعمل بكل ما في وسعهم لاحتواء الموقف بأقصى سرعة، وقال: ابذلوا كل ما في وسعكم لإطفاء نيران الحروب، اتحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشردين، فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام. احتفلت الكنائس التابعة للبطريركية اللاتينية في الأردن بخدمة أربعاء الرماد، وذلك خلال قداديس إلهية تخللها إجراء رتبة ذر الرماد. فقد بدأت الكنائس التي تتبع الطقس اللاتيني في الأردن الصوم الأربعين منذ السابع من شهر الجاري تحضيراً لاستقبال عيد الفصح المجيد. وخلال القداديس رش الكهنة الرماد على المصلين، وذلك في تذكير لهم بأن الإنسان أتى من التراب وإلى التراب يعود. وأكد الآباء الكهنة في عظاتهم ضرورة الالتزام بالصوم والمواظبة على الصلاة، مشيرين إلى أن المسيح من خلال الصوم يقسو على ذاته ويعيش الألم الذي عاشه السيد المسيح الذي بذل ذاته من أجل خلاص البشرية. لأن الأمة عطاء وتضحية ومسيرة كفاح ونجاح، فهي تستحق منا دوام الشكر على ما تقوم به في حياتنا من جهد صامت دون مقابل. ولعل أثمن هدية يمكن أن تقدم للأم هي المحبة والطاعة والوفاء، ليظل عيدها عنوان فرح دائم بين محبيها. راجين أن تعاد هذه المناسبة على أمهاتنا بدوام الخير والهناء والمسرة. شهر آذار شهر مبارك وأنا كتير بحبه. هذا الشهر فيه مناسبات عديدة كلها تكريم للأم وللمرأة. شهر الربيع أيضا، بدء فصل الربيع ب21 آذار، يوم عيد الأم، وأيضا هو يوم الكرامة، وكان في بدايته 8/3 ليوم المرأة العالمي. وأيضا كمان بشارة مريم العذراء بهذا الشهر. فشهر آذار له معاني عميقة وكلها بتصب في معنى الأمومة، المحبة، الحنية، العطف. فهذه المعاني كلها اللي تختصر بمعنى الأم، الأرض، الأم المحبة، الأم العطوفة، الأم اللي بتنادي فيها كل الأديان لاحترامها ومحبتها وطاعتها. بتمنى إنكم تستمتعوا بهذا اليوم مع أولادكم، أحفادكم، مع عائلاتكم. كل عام وأنتم بخير.
يتوجه الناخبون يوم الثلاثاء المقبل للاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المملكة ومجلس أمانة عمان. وقد وجه المطران خريستوفوروس رئيس مجلس الكنائس في الأردن رسالة إلى المؤمنين، حثهم فيها على تلبية الواجب الوطني بممارسة حقهم الانتخابي. لما لهذا الاستحقاق من رفعة الوطن والسير على نهج الديمقراطية؟ وقال في رسالته إن المشاركة في الانتخابات هي أصدق تعبير عن انتمائنا لهذا الوطن، وبمشاركتكم تكملون المسيرة الديمقراطية لمزيدا من التطور والتحديث. كنيسة القديس شربل للموارنة في مرج الحمام بعمان تعد من أجمل الكنائس في المملكة نظرا لموقعها الخلابي وسط غابات الصنوبر والأشجار الحرجية المحيطة بها في المنطقة. عدسة نورسات وضمن سلسلة حلقات كنيستي زارت الكنيسة وعدت التقرير التالي. بين تلك الجبال والغابات الحرجية تقع كنيسة للموارنة على أرض في منطقة مرج الحمام بعمان، تحمل اسم القديس شربل الذي عاش في بلادنا العربية وذاع صيته في أرجاء المعمورة. نتوقف نحن وإياكم اليوم لنسرد لكم محطات تاريخية في نشأة هذه الكنيسة التي تقشعر لها الأبدان حينما تدخلها. كنيسة القديس شربل تعتبر أول كنيسة مارونية في الأردن، ففي عام 1998 منح جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال أرضاً للبطريركية المارونية ليشيد عليها الكنيسة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. وفي نفس العام بارك غبطة البطريرك الكاردينال مار نصر الله صفير أعمال البناء ووضع الأساسات اللازمة. وفي 9 من تشرين الأول عام 2003 دشن غبطته القسم الأول من المركز الماروني برعاية كريمة من جلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني. وفي عام 2005 وضع غبطة البطريرك صفير حجر الأساس ليتم العمل على بناء الكنيسة التي أشرف عليها بكل محبة الخورسقف آنذاك جورج شيحان. يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب 15 متراً وعرضها ما يقارب 20 متراً. يميز الكنيسة من الداخل الحنية التي رسم عليها أيقونة القديس شربل يعلوها رب المجد يسوع. وعلى جانب الكنيسة يوجد مزار صغير فيها أيقونة وذخائر للقديس ليتبارك منها كل قاص ودار. في جوار الكنيسة مرافق متعددة بنيت حديثا، حدثنا عنها كاهن الرعية الأب سامر زكنون وأشار أيضا إلى الفعاليات والأنشطة. بالرعية نحن بالإضافة لمبنى الكنيسة اللي هو المبنى الحالي الموجود، في عنا المرافق الأساسية اللي هي بيت الكاهن، البيت الكاهن المؤلف من طابقين. الطابق الأول اللي هو مكاتب، مكتب الرعية ومكتب صالون الاجتماعات وصالون صغير، بالإضافة للصالون الكبير للصالون الرسمي اللي هو جديد استحدث، وأيضا الصالون الببليك العام اللي بحبوا أنه يقعدوا فيه العالم بشكل هيك بسيط. وعنا بالمرافق الموجودة هون بالكنيسة عنا الطابق التحتاني اللي تحول للفوية اللي كان بسنة قبل 3 سنين استقبلنا فيهم إخوتنا العراقية، وعودنا جددنا هالمكان هذا وصلنا نستقبل فيه الحجاج اللي بيجوا من كل الأماكن. أكيد للفويه في المطبخ، في قاعة الأكل، في اللوبي للاجتماعات للقاءات، وعنا المكان القاعة الكبيرة يلي كانت هي بالبداية قبل ما تدشن الكنيسة كانت هي الكنيسة، كنا هنا كنقدس ونقيم الاحتفالات فيها.
بالإضافة كمان بالمبنى ذاته في عنا اقتطعنا جزء منه وأسسنا حضانة، حضانة القديسة أكوالينا. بالإضافة عنا البستان، بستان مار شربل أو الحديقة الدير يلي بتستقبل كل الناس اللي بحبهم يجوا ويقعدوا ياخذوا متنفس مع عائلاتهم، يشووا يتسلوا يقضوا نهارهم. ايضا عندنا كمان المكتبه، يلي المكتبه هي انا بسميها كمان بما انه الرعيه، نحن هون رعيه مار شربل، هي مركزيه بالعمان، لان بتحضن جهتين كثير صعب انه بين قوسين يتلاقوا ولكن بيلتقوا بمار شربل، اللي هن اللي جايين من فلسطين على الأردن ما قادرين يروحوا على لبنان بيجوا لهون، واللي جايين من لبنان على الأردن اللي ما بيقدر يفوتوا على فلسطين أو على الأراضي المقدسة. الخشب اللي موجود هون اللي بتشوفوه، الباب الكبير والضخم، هو كله صنع في لبنان. المذبح معمول من صخر أردني منحوت بشكل طولي، في يمكن مشروع إن شاء الله لقدام إنه ينعمل شيء مميز للأردن، وهو من فسيفساء، ينعمل العشاء السري من فسيفساء، وإن شاء الله بيكون هالشيء جاهز. أكيد بالرعية في عنا مجلس وقف اللي هو يعنى بكل شؤون الأمور الكنيسة، أملاك الكنيسة وكل ما يخص الكنيسة. والإضافة لأنه عنا جوقة، كمان جوقة رائعة جداً، تخدم الأدديس وتخدم الاحتفالات وتخدم كل ما يتعلق بالأكاليل والعمدات. في تعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. كان في متبرعين كتير، متبرعين من كل الطوائف، ومتبرعين إسلام ومن كل الجنسيات. وكان أبونا جورج شيحان لما كان أبونا هلأ صار سيدنا كان يقول لي يا بنتي الله بيدبر. تيجي التبرعات من حيث لا تعرف، ناس كانت تتبرع بالمصاري وناس كانت تتبرع بالعمل اللي يقدم كل هذا الحكي، وما تعرف كيف كانت تيجي المصاري. افتتاح الكنيسة كان ب 8 أيار 2010، كان سيدنا صفير سيدنا بولس السياح اللي كان هو مطران حيفا والأراضي المقدسة، وأبونا جورج شيحان هم اللي افتتحوا الكنيسة. الكنيسة هون حلاوتها أنه عم تجمع من كل الطوائف، ما في بس موارنة لحال، في ناس كتير بيحبوا الموارنة، أصدقاء للموارنة بيجوا وإجوا كلهم، كان في باصات معبية كتير، يمكن كان في فوق 1500 شخص كله برا بالساحة، اجت الكشافة غنوا ورقصوا على افتتاح الكنيسة، وكان قداس كتير رائع. لما اجى مونسنيور جهاد نصيف كان عم يعمل هون بيت مار شربل للرياضات الروحية، فكان تمثال مار شربل محطوط قدام البيت بطريقة انه رح يخرب رح يروح منظره، فنقلوا قدام شجرة الزيتون. شجرة الزيتون صارت تورق وصارت تعطي زيتون. المعروف إنه الزيتون سنة إيه سنة لأ بيعطي، إلا شجرة مار شربل كل سنة بتعطي زيتون. يا مار شربل، يا إناء طيبا للقداسة، فاح عطرك في كل المسكون، تضرع لأجلنا. بك تجددت حياتنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. قدمت جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم خدمات متعددة للمئات من أبناء المنطقة، حيث ساهمت منذ تأسيسها قبل 59 عاماً بدور كبير في دمج هذه الفئة بالمجتمع المحلي. المزيد حول دور هذه الجمعية بمدينة المهد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة.
جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحم، والتي تقوم برعاية وتأهيل الأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم في دمجهم في المجتمع المحلي حتى يتمكن الفرد منهم من الاعتماد على نفسه والانخراط في المجتمع في مختلف مناحي الحياة. وتقدم هذه الجمعية خدمات كثيرة، منها الخدمات الإيوائية مثل المأكل والمشرب والرعاية الصحية لكلا الجنسين، وخدمات تعليمية للأطفال ومهارات رياضية ولغوية ومعرفية. تقدم الجمعية أيضاً خدمات معرفية كتعلم القراءة والكتابة على طريقة بريل، وتدريبهم على الحركة والاستقلال الذاتي للراغبين منهم من قبل مختصين أو متطوعين، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية وطبية مختلفة. وها هو المشغل الذي يخرج المئات من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمختص بتصنيع القش والخشب. من هنا ومن هذه الجمعية التي تعتني بأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، تنبع قصة حب وعطاء لا متناهي من أشخاص قدموا أنفسهم لخدمة نابعة من القلب. وكما قال المسيح: كل ما فعل لواحد من هؤلاء إخوة الصغار فلي قد فعلتموه. بخصوص البرنامج اليومي للبيت، من 8 صباحا لـ 8:30 هناك في الصلاة الصباحية ترتيل ووعظة من أحد رجال الدين، ومن ثم انطلاق الطلاب إلى الصفوف. يوجد لدينا 3 صفوف، صف للمكفوفين وصفين لذوي الاحتياجات الخاصة، مقسمين حسب العمر. بالنسبة للمكفوفين بيتعلموا كل شيء، ولكن على طريقة بريل، الطباعة والكتابة والقراءة، وبتعلموا جغرافيا وحصة الدين مسيحي، وبتعلموا تربية وطنية وكل المواد. أما بخصوص الصفوف الأخرى فهي للاحتياجات الخاصة، طبعا بتعلموا فيها الأمور الحياتية اليومية وإرشادات، وفي عنا حالات خاصة بيقوموا المتخصصين بدراستها والمتابعتها، وعنا غرفة للنطق، متخصصة نطق. أيضا عنا مشغلين، مشغل للمكفوفين بتعلموا فيه صناعة المكانس والفراشي وأمور أخرى، وعنا مشغل خشب زيتون كمان بنعلم الأولاد ذوي الإعاقة البسيطة صناعة خشب الزيتون. قسم من طلابنا بنوديهم تأهيل مهني على بعض الأماكن في محافظة بيت لحم. بهذه المناسبة بود أني أقدم الشكر الجزيل لنور سات على هذه المقابلة، وكمان بود أني أشكرهم على نشاطهم الفعال في الأراضي المقدسة. احنا المضبوط بنرحب فيكم في بيت الرجاء، وبنرحب في تلفزيون نور سات. واحنا بس نعطي لمحة صغيرة عن الجمعية اليوم. جمعية بيت الرجاء تأسست سنة 1963 على يد احدى المكفوفات، الأخوات المكفوفات، الأخت مي لدعة، وهي قامت بتأسيس هذه المؤسسة مبنية على إيمانها وثقتها بأنها قادرة أن تكون بركة للمكفوفين في المنطقة، واستطاعت أن تقيم الجمعية في خلال فترة بسيطة. ومع ظهور العديد من الصعوبات، ولكن إيمانها وثقتها أن الله قادر أن يعطيها القوة والقدرة، استطاعت أن تسير إلى الأمام في خدمة المكفوفين في المنطقة. والجمعية قامت بخدمة عدد كبير من المكفوفين، وامتد العمل حتى أصبح بعد فترة
يخدم الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى أو أصحاب الاحتياجات الخاصة كما نسميهم. مهم جدا أن نقول أنه بالفعل الله بارك في العمل، وهي مؤسسة مسيحية بالدرجة الأولى وتعتمد بالأساس على ثقتنا بأنه الله معنا، والله قادر أن يعطينا القدرة حتى نخدم الناس اللي بحاجة للخدمات من أصحاب الاحتياجات الخاصة. صار لي هون في المؤسسة 55 سنة الحين، يعني أنا جيت للمؤسسة وكانت المؤسسة في بداية في مراحلها الأولى أو في أيامها الأولى، وساهمت أنا في بناء هاي المؤسسة منذ 55 سنة، ونشكر الله المؤسسة المضبوط يعني تعبت على ناس كثير من المكفوفين، قدمت لهم خدمات كثير، وكان في عنا أقسام مختلفة في المكان، لكن للأسف إنه هاي الأقسام يعني أغلقت، ظل خط إنتاج واحد عنا، هو إنتاجين خطين، خط إنتاج وخط تدريب للمكفوفين، وإحنا قائمين على هذول الخطين الآن. لنورسات مارلين الحدوة من جمعية بيت الرجاء للمكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بيت لحم. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان الأيقونة عبادة أم تكريم، حيث ركز الحوار على أن العبادة هي لله وحده اعترافاً بأنه هو الخالق والعادل والمخلص، وأما التكريم فهو احترام مخلوقات الله التي تعبر عن قدرته ومحبته، ونحن نكرم الأيقونات لكونها تظهر شخصيات مقدسة كالرب يسوع وأمه الطاهرة وسائر الملائكة والقديسين. فإلى هناك. يتحدث القديس يوحنا الدمشقي عن فاعلية الأيقونات المقدسة فيقول: إن لم يكن لدي كتب فإني أذهب إلى الكنيسة، فإن الرسوم تجعلني مفتونا كما تفعل الأرض المعشوة شوبة فيها الأعشاب المزهرة فتحرك مجد الله في روحي. يعني وصفها كالإنسان اللي بدخل عليها بالكنيسة كأنه الإنسان بدخل على حديقة مزدهرة بالزهور. من دواعي التشجع على تكريم الأيقونات ميزتها العملية التي تقدمها ككتاب لغير المتعلمين. نعم. إن الأيقونة مثل كتابة مقدسة، هي تعبير عن غير المعبر عنه، لأن التجسد هو أساس رسم الأيقونة تماما كما هو أساس كلمة الله المكتوبة في الإنجيل، والكلمة المسموعة والصورة المنظورة كلاهما يقدمان أفضل مساعدة في تحقيق المشاركة في العبادة الحقة. هذا هو تعليم القديس الكبير، إن معرفة نفس الأمر الآتي بشكل حسي بالاشتراك ما بين الكلمة المنقولة عبر السمع والرسم الصامت والظاهر من خلال الصور. نعم. وبنفس الهدف يتحدث القديس نيلوس السينائي فيقول: الذين لا يحسنون القراءة يمكنهم تذكر تصرفات خدام الله من خلال صور العهدين القديم والجديد، وأيضا يمكنهم السعي لمشابهة هؤلاء القديسين الذين استبدلوا الأرض بالسماء مفضلين غير المنظور على المنظور. ويقول القديس فوتيوس القسطنطيني: كل من يقول أنه يحب الكتاب ويكره الأيقونة يكون مجنونا ولا منطقيا، فأننا نقبل التعليم المأخوذ من الصورة تماما كما نقبل نفس التعليم الآتي من خلال الكلمات المكتوبة، نتقبل المواعظ بسماعنا وكذلك نتسلم الشكل من خلال النظر، كلاهما ينقل الحقيقة ذاتها لكن بطرق مختلفة.
تمسك العذراء الخالق في يديها كطفل في الأيقونة، فمن ذا الذي لا ينبهر لمجرد النظر إليها أكثر مما لو سمع وصفا كلاميا لعظم هذا السر. نعم. فأبونا يعني هذا التفسير الأرثوذكسي نقول. نعم. ممكن تشترك فيه أيضا الكنائس الكاثوليكية عن موضوع الأيقونات. في الحقيقة الموضوع تقوي. نعم. يعود إلى آلاف السنين، يعني مش حدث اليوم. نعم. ولكنه ما زال حتى هذا اليوم الناس تتناقش لا بل وتتجادل أحيانا كثيرا. المسيحيين اليوم يعني للأسف بكرر مرة ثانية للأسف إنه منقسمين في خصوص هذا الموضوع، والموضوع حساس اليوم زي ما تفضلتي، لأنه النورسات هي للكنيسة الجامعة مسكونية، فإحنا نستعرض آراء، وفي النهاية لكل زي ما تفضلتي كل واحد بيتبع كنيسة هو ملتزم بقانون الكنيسة وما تعطيه من تعليمات. نعم. وإلا كل واحد بيفتح حسابه اعتقاداته وإيمانه ما بيزبط. صح هيك. مزبوط. بالضبط. فبالتالي ماذا تقول الكنيسة بهذا الخصوص؟ إحنا لما بنحكي الكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، يعني حضرتك شفتي كتابات وشفتي عن موضوع الكنيسة الأرثوذكسية كيف تكرم طريقة تكريم الأيقونات، والكنيسة الكاثوليكية أيضا، ويعني كل خصوصية لكنيسة، حتى الأيقونة نفسها الماتيريال والصورة الشبه، يعني لما نشوف الكنائس باليابان مثلا أيقونات يسوع بشكل الموديل الياباني، الشكل التايب الياباني، يعني بنشوف التعليمات الوجه والهاي ببين انه ايقونه. نعم. كانه القديسين كمان اكيد من بلادهم كمان. نعم. زي ما احنا عندنا قديسين من بلادنا، والمسيحيه اليوم عالميه مش بعدها زي ما انطلقت فقط من بلادنا الاراضي المقدسه. فالخلاف من وين اجى؟ لماذا أصبح في جدل حول هذا الموضوع؟ ولا بل سميت حرب الأيقونات في. نعم. فترة زمنية أصبحت هناك محاربة للأيقونات وحرقها وتدميرها من قبل بعض المؤمنين المسيحيين للأسف، والكنيسة عملت المجامع وعملت التعليمات اللي بتبين أنه هذا هو تكريم وليس عبادة، وهو في رمزيته بما يدل الشخص. كنت بتتحدثي قبل ما نطلع على الهواء انه الواحد لما يكون عنده ابن مسافر او حدا لا سمح الله منتقل من هاي العالم، متوفي عنده حدا كذا، بحط صورته بصدر البيت. نعم. واذا وقعت بطولها واحيانا ببوسها وبرفعها. هلا المغالاه في تقبيل الايقونه والسجود امامها لفتره طويله والتعبد والتقويات ان نبالغ فيها، ان الايقونه كما البخور كما الشمع ككل الاشياء اللي بتفوتنا بجو الصلاه. نعم. لصورتك يا سيد، يعني لصورة ربنا والذي خلق الإنسان أيضا على صورته ومثاله. نعم. وهذا تكريم للإنسان. نعم. بالعهد القديم كانت الصور وكانت المجسمات اللي يعملوها الديانات الوثنية المحيطة في منطقة فلسطين كانت زي ما تفضلت حضرتك وقرأتينا إنه كيف يصلوا للإله تاعهم تتنزل روحه في هذه الرسمة أو في هذا التمثال. نعم. ولكن في المسيحية لا يوجد مثل هذه. نعم. السلوكيات. الأيقونات ترسم من أشخاص، يعني بلشت من القديس لوقا. إحنا بالنسبة لنا العهد الجديد القديس لوقا كان طبيبا وكان فنانا وكان متعدد مواهب الروح القدس في حياته، والقديسين اللي عاشوا مع سيدتنا والدة الإله مريم العذراء أيضا أرادوا أن يكرموها برسم أيقوني لإلها، ولكن زي ما بنحكي ليس الماتيريال تاعها اللي إحنا بهمنا، الخشب هذا أو المادة اللي مصنوعة منها، نحن برمزياتها تدخلنا بجو الصلاة. الأيقونة كتاب مقدس للأشخاص اللي كانوا بالماضي مش ماخذين التعليم، الأميين. نعم. الأشخاص كانت الأيقونة. نعم. وما زال اليوم الفن البيزنطي للأيقونة أن تدخلي بالباب على إيدك اليمين بتبلش الأحداث متتالية حسب ما وصفها الكتاب المقدس، تبدأ من ميلاد يسوع المسيح أيقونة الميلاد، بنشوف العذراء وبنشوف مار يوسف، بنشوف المغارة والحيوانات المحيطة فيها،
وفي مثل ما كان يشرح أبونا أبونا على أبونا جوزيف سوي على الأيقونة الميلاد إنه نعم. حتى الشجرة يعني من وين إجت رمزية نعم. هاي الأيقونة كتاب يعني في ناس عملوا كتب بس فقط عن أيقونة معينة قديش هاي يعني الناس يمكن تشوفها مجموعة ألوان وحدث ويقللوا من أهميتها ولكن هي بتسلسل الأحداث بالكنيسة يعني بيشوف بعد الميلاد إيش بيجي قبل الميلاد لازم تكون البشارة أيقونة نعم. البشارة مريم العذراء والملاك جبرائيل نعم. بس يطلع بثوب العذراء بس يطلع بهالفن الراقي سواء كان بيزنطي أو كان سواء الفن الغربي لرسامة الأيقونات يعني يعني في 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 أيقونات بتحسيها بدها تحكي قد ما هي بتفوتك بجو هذا هو الدخول بالجو نحن نكرم الشخص الذي ترمز له الأيقونة سواء كان يسوع أو العذراء أو القديسين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يعين الأب جمال خضر والأب رفيق نهرة أسقفين مساعدين للبطريركية اللاتينية. ورشة تدريبية حول السينودسية تنظمها الكنيسة الكاثوليكية بجبل الحسين. أثمن هدية تقدم للأم في عيدها السنوي هي المحبة والطاعة والإكرام. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا حتى نلقاكم طابت أوقاتكم ودمتم بخير.